المهم واعطيها الدفتر، امي تيجي تفتح يا عيال الصفحه الاولى تقول وين الحروف، انا امسك الدفتر اقول اي ايش بهالحروف اختفت تراني كاتبها والله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شو الأخبار؟ أنا عبد الله جميلة وفوماجيك، وش عندنا اليوم؟ واضح يا جماعة الخير إني مرة مبسوط يا جماعة، ما تصدقون قديش أنا مشتاق إني أسوي مقطع يوتيوب، يمين بالله، يا الله من زمان ما سويت مقطع زبدة، خلينا ندخل في مقطع اليوم، وش عندنا اليوم؟ أول شيء، كل سنة وأنتم طيبين يا شباب، وعام جديد يعني سعيد عليكم، أتكلم عن السنة الهجرية طبعًا، وعام دراسي أيضًا سعيد عليكم، على ما سمعنا إن المدارس يعني رجعت، أنا إنسان متخرج من المدرسة تقريبًا من 4 سنين، فما أدري أنا يعني عن وضع الدراسة حاليًا، أوكي. على حال الله يوفقكم واتمنى لكم سنه دراسيه سعيده يا جماعه الخير. يعني من الاشياء الطريفه يعني صراحه اللي سمعتها انه مواليد الالفيه الجديده اللي هي يعني عام 2000 وفوق صاروا الحين طلاب جامعيين. او ماي جاد والله الدنيا تتقدم، وانا الان ما كملت دراستي في الجامعه. او ماي جاد والله مره اخوان الزبده. ما علينا، اليوم يا جماعه الخير قلت يعني بما انه موسم دراسه والمدارس يعني رجعت، حبيت اني والله اسوي لكم مقطع يعني استعرض يعني في بعض الاشياء الخاصه بالدراسه. اوكي، على سبيل المثال بذكر لكم كم قصه صارت لي ايام الدراسه. قبل ما نخش القصص يا جماعه لا تنسون تضغطوا على زر اللايك وتشتركون في القناه اذا ما كنتم مشتركين، وايضا الشيء المهم حسابي في سناب شات هنا، تعالوا تابعوني على حسابي في سناب شات، وبرضه حسابي في الانستغرام هنا، تعالوا تابعوني على حسابي في الانستغرام. لاحظت انه كثيرين يا شباب فيكم مو متابعين يعني على باقي مواقع التواصل، تقدرون انا بس فعال في اليوتيوب، لا تراني فعال في باقي المواقع. اوكي، انستغرام وسناب شات تراني فعال فيها، فتعالوا شرفوني هناك. يلا خلينا ندخل على القصص. اول قصه يا جماعه الخير، خليني اذكر لكم يعني بداياتي في الدراسه او يعني اول عام دراسي لي. انا دخلت سنه اولى تقريبا ابتدائي وانا كان عمري يعني تقريبا 6 سنوات. يعني من القصص الطريفه صراحة واحدة اني يوم رحت المدرسة، انا ما بجيب لكم يعني تحضيرات قبل المدرسة، خلينا ندخل مع المدرسة هذه يعني الزبدة. اهلي في البداية سجلوني يعني في مدرسة قريبة من البيت مرة، يعني ما كان بيني وبينها مرة يعني بعد كبير، فكنت اروح لها ماشي والحالي. اوكي، يعني اهلي ادري انهم يعني كانوا خايفين علي مرة، بس اني كنت اروح الحالي ومشي. اوكي، والله رايح اول يوم شنطة سبايدر مان معايا في ظهري، واروح المدرسة وما اعرف اسوي شيء صراحة، ما اعرف فصلي فين، ما اعرف مدرستي وين، ما اعرف حتى العيال، ما اعرف احد، انسان بزر عمري 6 سنوات ما اعرف كيف اتعامل مع البشر. ما علينا في التفاصيل الصغيرة هذه، خلينا نعدي اسبوع اسبوعين قدام. اوكي، والله وجاء ذاك اليوم يا جماعة الخير اللي كنت قاعد فيه مع مدرس اللغة العربية، قاعد يعلمنا الحروف ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء. قال يلا شباب، لا ما قال شباب، قال المهم يا جماعة الخير أنا ما أذكر التفاصيل صراحة حق الدرس هذاك، بس أذكر إنه قال لنا أكتب الحروف في الدفتر عندكم، وأنا مطلع الدفتر حقي 40 ورقة، وقال لك ببدأ أكتب الحروف. طبعًا تعرفون إن الدفتر يا جماعة الخير يجيك بترتيب يعني في الواجهة الأمامية اللي فيها الاسم والأشياء هذه. أوكي، الاسم والصف والمدرسة والمادة والأخ، ويجيك الواجهة الخلفية اللي هي ورا اللي غالبًا يعني تكتب فيها يعني في آخر صفحة كذا تكتب فيها الجدول. فهمتم الفكرة؟ أوكي، أصبر والله أجيب كتاب عشان أشرح لكم بالضبط. أصبر عيال، تخيلوا انه هذا ما عليكم من الكتاب، تخيلوا انه دفتر. اوكي، الحين هذه الصفحه الاولى، هنا يجيك الاسم، المدرسه، الماده، الاخ، ورا هنا دائما هذه المنطقه فاضيه، لكن هذه المنطقه غالبا اللي هنا تكتب فيها الجدول الدراسي. اوكي، الدفاتر نفسها تيجي يعني فيها هنا مساحه عشان تكتب فيها الجدول الدراسي. حلوين، هذه واجهه الدفتر وهذه يعني مؤخره الدفتر. حلو، الاستاذ قال اكتب الحروف يا عيال اللي موجوده على السبوره. الانسان الطبيعي والعاقل والفاهم بيروح يكتب من هنا، حلو، بيكتب يعني من اول صفحه. بحكم اني بزر وما افهم ولا احد يعني حتى المدرس اللي كان موجود في هذيك اللحظه يعني ما وجهني زي الناس، يا جماعه الخير اقسم بالله اني مسكت الدفتر اصلا ما اعرف فين الوجهيه، ما اعرف فين المقدمه وفين تعرفون عاد الدفاتر حقتنا دائما يجي فوق هنا الموضوع، التاريخ، الاشياء هذه صح اللي دائما الناس يعني تعتمد عليها. انا ما ادري، انا اصلا ما اعرف اقرا واكتب. وقتها يا عيال ما كنت اعرف اقرا واكتب، يمين بالله عمري 6 سنوات عيال، ايش بكم؟ المهم امسك الدفتر زي كذا، هذه مقدمه الدفتر، انا اروح من ورا هنا واخترع يا جماعه الخير نظام كتابه جديد، اكتب بالمقلوب، ويمين بالله اني كتبت الحروف بالمقلوب. رجعت البيت وقتها، طبعا المدرس يعني وقتها ما اخذ الدفاتر ولا شيء، رجعت البيت، جات كذا على صلاه المغرب الظاهره، وبعد صلاه المغرب امي الله يجزاها خير كانت تذاكر لي دائما من يوم اني صغير جماعه الخير تقريبا الى حد الثانوي، الثانوي وقتها انا صرت اذاكر لحالي، لكن من الابتدائي لين المتوسط تقريبا كانت امي كل يوم تمسك يعني المواد وتقعد تحضرها لي وتجهزها لي وتذاكر لي. اوكي، فجات قالت لي ايش اخذت اليوم، واعطيتها الدفتر قلت لها كتبت الحروف، انا مره مبسوط وقتها. اوكي، المهم واعطيها الدفتر، امي تيجي تفتح يا عيال الصفحه الاولى تقول وين الحروف؟ انا امسك الدفتر اقول اي ايش بهالحروف اختفت تراني كاتبها والله العظيم. يا الله فجأة الدنيا وقتها صارت مرتبة يا جماعة. اوكي، وين الحروف؟ اقعد اقلب في الصفحات ما في، واجي امسك الدفتر من ورا يا حبيبي افتح احصل الحروف مكتوبة بالمقلوب ورا. يا الله يا الله، وقتها ادركت قديش انا انسان ما بقول غبي، لكن بقول يعني ما عندي احد يوجهني يا جماعة الخير، ولا عندي احد يقول لي انه والله تراك كتبت في المقلوب، والمدرس الزبال اللي درسني وقتها ما وجهني صح ولا قال لي يا ولدي امسك الدفتر زي كذا واكتب لا الله يلعن ام الخفافه يا شيخ. الحين هذه عانه يا عيال،
هنا بحالي. هذا كان تقريبا اول يوم دراسي بالنسبه لي، وهذه القصه اللي اذكرها وقتها. تمر الايام وتمر الشهور يا جماعه الخير، خلينا نقول مر تقريبا شهر، يجيني واحد يا جماعه الخير وكان يعني واحد من عيال حارتي، بس كان يعني اكبر مني يعني تقريبا بخمس سنوات. اوكي زود انه كان يعني في مرحله دراسيه، هو في نفس المرحله الدراسيه ابتدائي، بس انه كان يعني متقدم اكبر مني الزبده معنا. فبحكم انه كبير اعتقد انه يعني شيء طبيعي انه يعني يبدا على ما ايش اسمه عمليات الاستفزاز والاستغلال والاشياء هذه. اوكي امي يا جماعه الخير الله يجزاها خير صراحه يعني من الاشياء الجميله فيها انها كانت تسوي لي اكل يوميا يا جماعه الخير. ما في يوم دراسي الا امي سوت لي فيه اكل واعطتني سندويشه كنت احطها في الشنطه حقت سبايدر مان كل الايام تقريبا. يوم تجيب لي نقانق بالمناسبه صرت اكره النقانق الحين، يوم تجيب لي بيض بالمناسبه ما كنت احب البيض، هذا كبرت صرت احب البيض، يوم كنت صغير كنت احب النقانق كبرت ما عاد صرت احب. ما ادري ايش بعد الدنيا يا عيال، على حد يجي يتفلسف علي الحين يقول لي انت ما تقول ان الاكل متعه عيال، تركت بزر ما فهم الاكل، امي لو تاكلني بالاخير. المهم ذاك اليوم يا جماعه الخير سندويتش النقانق، او ماي جاد النقانق يا عيال والله لذيذه، يعني وقتها كانت لذيذه الحين ما صرت استطعمها. اوكي ويجيني هذاك الولد خلينا نسميه جعفر، يطالع فيني وانا قاعد اكل في الفسحه يقول لي اها ايش قاعد تاكل؟ قلت له نقانق، قال لي اها ممكن تعطيني شويه يعني بس عشان اكل النقانق. انا وقتها يا جماعه الخير يعني شعرت بشويه خوف، انسان اكبر منك ويقول لك يعطيني شويه، خفت اني ارفض فيقوم يتضارب معايا. لا تزري يا عيال لا تلوموني على التصرفات هذه، اما لو دحين واحد يجيني يقول لي اعطيني النقانق اقسم بالله بقول له. المهم يا جماعة الخير الإنسان الطبيعي والسوي يعني راح يروح يعني يقسم له شويتين كذا من النقانق ويعطيه، أنا من الخوف رحت أعطيه السندويش كله، أعطيته السندويش كله قلت له أمسك خلاص وشردت وقتها النحشة يا ولد حط رجلك لا يضربني خليه ياكل النقانق. يا الله كنت رمة يا عيال والله من صغري وأنا رمة. لا والله معليش ما أسمح لكم الحين ترى أنا صرت قوي صرت معضل يا حبيبي الحين ما حد لا بس من الأشياء الجيدة يا جماعة الخير يعني يوم صرت كبير يعني صرت يعني أقدر أتعامل مع المشكلات بطريقة أحسن من أول بشكل مرة كبير. أوكي فالحمد لله يعني ما علينا من قصة النقانق يا عيال وما علينا من قصة إنه أنا أعطيته النقانق وقتها، هذه كانت مجرد البداية يعني للمشاكل الأخرى اللي جاءت بعد النقانق. يا جماعة الخير الموضوع تطور من مجرد نقانق إلى موضوع يعني مضاربة وحرب من بيتنا في حارتنا والحارة المجاورة لنا اللي هو يعني بيت الشخص الآخر، الموضوع تطور يا عيال والله حرب أقسم بالله مضاربة. على سبيل المثال يعني واحد من عيال حارتنا كان إذا شاف واحد من عيال الحارة الثانية يروح يتضارب معاهم بس عشان ولد الحارة الثانية أخذ النقانق حقتي أنا، ما أدري بس حسيت وقتها إنه والله تخلف يا اخي. انا الانسان الضعيف، انا الانسان اللي ما عرفت اتعامل مع المشكله، انت مش دخلكم فيني يا اخي، واذا سويت شيء قالوا عبد الله انت السبب. لا ماني السبب يا اخي، انا ما جبت المشاكل لنفسي يا اخي، ما قلت لكم روح اضربوهم يا اخي ايش بي. المهم يا جماعه الخير الحروب هذه تقريبا استمرت لمده اسبوعين، تمت تسويه القضيه وقتها ب يعني انه الحاره الاخرى ترجع لنا نقانق ثانيه. اوكي وانتهت القصه السعيده يا جماعه الخير، وهذه كانت القصه الثانيه. القصه الثالثه يا جماعه الخير وهذه القصه الارهب والاخوف والاكثر رعبا. اوكي انا يا جماعه الخير يعني من صغري ولله الحمد من الاشياء الجميله فيني اني كنت انسان يعني قدراتي مره عاليه، بعض بيقول لي غرور وتكبر، لا صدقني ما هو غرور وتكبر، هذا ايمان بالنفس وثقه بالنفس. كانت مقدرتي يا جماعه الخير سواء في الدراسه او والله في الدماغ او في اشياء اخرى في الادراك مثلا او والله في التصرفات، لا واخر موضوع التصرفات. اوكي الزبده ان كانت قدراتي في هذا الشيء مره قويه. في الابتدائي مثلا ما اذكر اني نقصت عند درجه واحده في اي ماده من المواد، كنت اشوف الدراسه سهله، كنت اشوف المدرسه هذه شيء تافه جد والله اتكلم يا جماعه الخير. الزبده اني كنت دافور زبد، واعتقد ما ادري هذا اعتقاد عندي. اوكي ما مو ضروري يكون مم، اعتقد انه اي انسان ذكي في الدراسه لازم يجيك غبي في الحياه، فانا كنت انسان مره ما احسن التصرفات في الحياه نهائيا. علي حال يا جماعه من القصص الطريفه، يوم كنت في اولى ابتدائي تقريبا المدير كان يقول عني انه انا يعني انسان يعني الكهرباء عندي زايده او الطاقه عندي زايده، فنصح ابويا انه يعني يشتري لي اللعبه هذيك اللي تعرفونها حقت التركيب اللي تجيك كذا حدايد ومفك وجسمه هذيك اللي زي كذا زراديه عمر ماكس اتش دي ما له دخل. امي راحت اشترت لي هذه الالعاب اللي المفروض انك يعني امسك الاشياء هذه واركبها فوق بعض وابني منها مثلا مبنى ولا ابني منها حيوان ولا زبده. المقصد من اللعبه يعني انه يعني اولا تضيع الطفش وشيء ثاني تنميه مقدره وتفكير واشياء زي كذا بالنسبه للطفل اللي عمره 6 سنوات. يا جماعه الخير اذكر كان مكتوب على الكرتون 13 ساعه، يعني الطفل العادي راح يسويها في 13 ساعه وراح يختم يعني موضوع انه يبني هذا الشيء او الحيوان هذا في 13 ساعه. يا جماعه الخير انا مسكته فكيته من الكرتون اقسم بالله العظيم ما اذكر كم الوقت بالضبط لكن يمكن ساعه او اقل خلصته سويته. او ماي جاد امي قاعده تطالع تقول لي ايش فيه انت ايش سويت بالضبط؟ اقول لها جيبي لي شيء ثاني. لا مره لا والله مره لا نصيحتك يا المدير ما نفعت. او ماي جاد احس اني ما توفقت اني اذكر لكم القصه بس يا جماعه الخير والله العظيم انه موقف ما راح انساه. يوم كبرت وتقدمت يعني في العمر شويتين الله صرت شايب تقدمت في العمر. لا لجد والله اذكر يوم كنت يمكن في رابع او خامس ابتدائي شفت تقرير على قناه الجزيره عن ولد عمره 16 سنه مدري 13 سنة ويدرس مع طلاب الجامعة ويقعد يذاكر لهم. الولد هذا كان في تونس يمكن من المغرب دولة هذيك الدول، وانا طالع في التقرير اقسم بالله يا جماعة الخير جاني حقد على الولد هذا، كنت اقول يا اخي
وانا احسن منه، ليش انا مو ادرس مع طلاب الجامعه؟ ها يا الله، يعني ام الدفره اللي كانت فيني عيال، والله مو دفره هذه، مقدر عقلي اينشتاين يمكن، يعني يمكنني انا كان مقدر لي اني اصير اينشتاين بس صرت يوتيوبر. بالمناسبه يعني احب اقول لكم انه شيء انا مره مستمتع فيه صراحه، انا مره مستمتع بكوني يوتيوبر الان، ما ادري يعني، بس لو صرت اينشتاين اعتقد انكم بتكرهوني اكثر من انكم تحبوني صراحه، ومحبتكم يا جماعه شيء مره رهيب، شيء مره يعجبني، ومن اكثر دوافع اللي تخليني استمر في اليوتيوب صراحه. فالله يعطيكم الف عافيه على محبتكم، ويعطيكم ايضا الف عافيه على مشاهدتكم لهذا المقطع. ان شاء الله تكونوا انبسطتم واستمتعتم بالمقطع هذا، وبس هذه كانت قصص الدراسه، واتمنى لكم عام دراسي سعيد، وربي يوفقكم ان شاء الله وتصيرون يعني عباقره في المستقبل. لا تنسوا تحطون لايك يا شباب، وتشاركون المقطع هذا بين اصحابكم، وايضا تشتركون في القناه اذا ما كنتم مشتركين، وتفعلون زر التنبيهات، وبرضه تتابعوني على حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وسناب شات. عاد اعتقد اني يعني الموضوع الحين راح يصير زعل، اذا ما تابعتوني بزعل منكم يا شباب، تابعوني يعني اوكي بليز يعني. وبس هذا كان كل اللي عندنا هذا اليوم، خلينا نشوفكم باذن الله في المقطع الجاي على خير، السلام عليكم.